اوكي، البروجكت تبعنا عبارة عن بوتلين فاكتوري. عندنا ثلاثة برودكتس هم الووتر والصودا والجوز. راح نبلش بالرو ماتيريالز. هم من اول شيء عندنا ووتر، بتيجي على الووتر تانك، بعدين بتروح على البيوريفيكيشن سيستم، بتطلع بيوريفايد ووتر. ثاني واحدة عندنا اياها اللي هي بلاستيك، بتيجي على البلاستيك ستوك، بعدين بتروح على البلاستيك بروسيسنج ماشين، بعدين انجكشن مولدنج ماشين، بعدين بتطلع باتلز. صار عندنا شغلتين جاهزين، هم بيوريفايد ووتر والباتلز. بعدين بصير تعبيتهم عن طريق الفيلينج ماشين اذا كان ووتر او جوز او صودا. بعدين بجمعهم كل 10 على باليت. هلا بتيجي الفورك ليفت، ايش شغلتها؟ اول شيء انها تاخذ من الفيلينج ماشين على على الباليت، ومن الباليت لما تجمع 10 بتطلعها على التراك الخاص فيها. هلا نروح على البرو موديل. راح نبلش اول شيء باللوكيشنز. اوكي، اول شيء عندنا باللوكيشنز هم الووتر تانك، بعدين بيجي البيوريفيكيشن سيستم، بعدين بيجي عندنا الفيلينج ماشينز اذا كانت ووتر سودا او جوس، بعدين بيجي البلاستيك ستوك والبلاستيك بروسيس ماشين والانجكشن مولدنج ماشين، بعدين بيجي عندنا الووتر تراك والسودا والجوس تراكس، بعدين بيجي عندنا الباليتس تاع الفينش جودز اللي هم اذا كان ووتر او سودا او جوس، واخر ايش عندنا الفورك ليفت. تاني شغله عندنا اياها اللي هي الانتيتيز. بنبلش الانتيتيز ب اوكي، اول شيء عندنا النون بيوريفايد ووتر، بعدين عندنا بيوريفايد ووتر، بعدين سودا جوس ووتر. اوكي، بعدين عندنا الامبتي باتلز اذا كان ووتر جوس او سودا، والفيلد باتلز كان ووتر جوس او سودا، بعدين عندنا البلاستيك، عندنا الفينش جود باليتس. بعدين بعد هيك بنروح على الباثس، عندنا ثلاثة اللي هم أول واحد هم الووتر باث، ببلش بالووتر تانك، بعدين بيروح على البيوريفيكيشن، بعدين بيروح إذا كان ووتر بيروح على الووتر، وإذا كان في سودا بيروح على السودا، وإذا كان جوس بيروح على الجوس فيلينج ماشينز. تاني إشي عندنا ياه هو البلاستيك باث، ببلش بالبلاستيك ستوك، بعدين بيروح على البروسيسنج ماشين، انجكشن مولدنج ماشين، بعدين كل باتل بتروح على المكان المخصص لها بالفيلينج ماشين. اخر شيء عندنا يعني هو الباليت باث، اللي هو كيف تمشي الفورك ليفت، اللي هي اول شيء تمشي من الفيلينج ماشين بتاعت كل واحده من الووتر والسودا والجوس للباليت تبعتها، ومن الباليت لما تعمل 10 باتش بتوديهم على التراك تبعها. هلا راح نروح على سيميليشن نعمل رن. اوكي، اول شيء زي ما شايفين اشبطهم من التانك، من الووتر تانك بروح بصير بيوريفيكيشن، بعدين بنقسم لثلاث شغلات، اذا كان ووتر بروح على الووتر فيلينج ماشين، اذا كان جوس بروح على الجوس، واذا كان سودا بروح على السودا. فمثلا هون عندنا طلعت الووتر راحت على الباتل اللي هي تاعت المي مش معبيه، بعدين عملها فيلينج وطلعت فينشت جود، حطيناها على الباليت، اجت فورك ليفت حطتها من الفيلينج ماشين على الباليت، ونفس الشيء بصير للسودا والجوس. كل ما يجمع 10 باتلز بالباليت بنقولها على الووت على التراك تبعها.